عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقدم لكم في هذا الفيديو ملخص مبسط للجزء الأول من الكيمياء، التحولات السريعة والتحولات البطيئة، ثم التتبع الزمني لتحول كيميائي. أولا، تذكير ببعض العلاقات الأساسية في الكيمياء. العلاقة بين الكتلة وكمية المادة N تساوي M على جران M، حيث N كمية المادة بالمول، M كتلة جسم المذاب بالجرام، جران M كتلة المولية بالجرام بار مول. ثم تركيز المول C للمحلول المائي يعرف بالعلاقة C تساوي N على V، حيث C تركيز المولي بالمول بار لتر، N كمية المادة بالمول، V حجم المحلول بالليتر. تركيز المولي الفعلي لنوع كيميائي X في محلول مائي يرمز له ب X بين معقوفتين يساوي N ل X على V، حيث التركيز الفعلي أيضا بالمول بار لتر، كمية المادة دائما بالمول و V بالليتر. تركيز الكتلي لنوع كيميائي X يرمز له بالCM concentration massique يساوي الكتلة على الحجم V. دائما التركيز الكتلي بالجرام بار لتر كوحدة عملية، M بالجرام و V بالليتر. كثافة جسم صلب أو سائل تعرف بالنسبة للماء بالعلاقة D أي لا دونسيتي تساوي رو أي الكتلة الحجمية للمذاب سواء كان صلب أو سائل على رو زيرو، حيث رو زيرو الكتلة الحجمية للماء بالجرام بار سنتيمتر، حيث أن رو تساوي 1 جرام بار سنتيمتر كيب، كثافة بدون وحدة. تركيز نوع كيميائي X مذاب في محلول تجاري يعرف بالعلاقة C ل X، التركيز لهذا النوع الكيميائي X يساوي X M في المئة فوا D فوا رو فوا V على جران M، حيث M في المئة أي النسبة المئوية الكتلية للنوع الكيميائي X، D كثافة بدون وحدة، رو الكتلة الحجمية للماء هي تساوي 1 جرام بار سنتيمتر كيب، V حجم محلول تجاري، و N الكتلة المولية للنوع الكيميائي X المذاب. الآن التحولات السريعة والتحولات البطيئة. تذكير بتفاعلات أكسدة اختزال. يسمى التفاعل الذي يحدث خلاله انتقال متبادل للإلكترونات بين المتفاعلين تفاعل أكسدة اختزال، وهنا المتفاعلين أي كل من المؤكسد والمختزل، حيث المختزل أي ريدكتور هو كل نوع كيميائي بإمكانه منح إلكترون واحد على الأقل يرمز له بريد ويمنح إلكترون وفق نصف المعادلة الإلكترونية، ريد كيعطي أوكس أي المؤكسد زائد N إلكترون. ثم المؤكسد أوكسيدون كل نوع كيميائي بإمكانه اكتساب إلكترون واحد على الأقل خلال تحول كيميائي، يمكن أن يكتسب إلكترون أو أكثر، حيث أوكس المؤكسد زائد N إلكترون يعطي ريد والعكس. إذن المؤكسد والمختزل يشكلان مزدوجة مؤكسد مختزل أي أوكس سلاش ريد، دائما تكتب على هذا شكل مزدوجات مؤكسد مختزل. بالنسبة للتحول، نقول أن التحول سريعا ويكون تحول سريعا إذا كان التطور المجموعة لحظي أي يتم في مدة زمنية وجيزة، حيث لا يمكن تتبع تطوره بالعين المجردة أو أجهزة القياس. ويكون التحول بطيئا إذا كان تطور المجموعة بطيئ يتطلب ساعات دقائق أو أيام، يتطلب
مدة، هناك تحولات تتطلب سنة أو أيام، وبالتالي يمكن تتبع تطور هذه المجموعة بالعين المجردة أو أجهزة القياس. العامل الحركي هو مقدار فيزيائي أو كيميائي يرفع من سرعة تطور المجموعة الكيميائية. وهناك العامل الأول وهو درجة الحرارة، حيث كلما كانت درجة الحرارة كبيرة للوسط التفاعلي تكون سرعة تطور المجموعة أكبر، والعكس صحيح. ثم التركيز البدئي للمتفاعلات، أي أيضا كلما كان التركيز البدئي للمتفاعلات كبير تكون سرعة تطور المجموعة كبيرة، والعكس صحيح. التتبع الزمني لتحول كيميائي، أولا الطرق المستعملة لتتبع تحول كيميائي، هناك طرق فيزيائية كقياس المواصلة جي، حيث جي تساوي ك والسيجما الموصلية تساوي أيضا ك و سيجما لاسون، يعبر عن الموصلية السيجما بمجموع لامدا إكس إي و تركيز فعلي للنوع الكيميائي إكس إي، يجب أن يكون إيون، حيث جي مواصلة المحلول، سيجما موصلية المحلول، ك ثابتة خلية قياس المواصلة، لاندا إكس إي الموصلية المولية الإيونية للإيون إكس إي، إكس إي التركيز المولي الفعلي للإيون إكس إي في الخليط. وهنا دائما يجب التعبير عن التركيز الفعلي في هذه الحالة بالنسبة للمواصلة بالوحدة العالمية، أي المول على المتر المكعب، وليس الوحدة العملية المول على الليتر. ثم الطريقة الفيزيائية الثانية وهي قياس pH الخليط، أي عندما يكون الخليط ذو طبيعة حمضية أو قاعدية يمكن تتبع تطور قيمة pH، ثم استنتاج كيف تتطور أو كيف يتطور التحول الكيميائي، ثم قياس الحجم الغاز أو الضغط في للغاز، أي عندما يكون ينتج أو ينتج غاز أو يختفي غاز، أي يمكن تتبع تطور المجموعة إما بقياس حجم الغاز المتكون أو المختفي وأيضا ضغط المجموعة. الطرق الكيميائية وأهم طريقة وهي المعايرة، رغم أنها طريقة تكرارية إنها تتطلب عدة أو إعادة تجربة عدة مرات لقياس تركيز ثم استنتاج تقدم إكس للمجموعة كيف تتطور خلال الزمن. انطلاقا ثم تعريف السرعة الحجمية للتفاعل، تعرف السرعة الحجمية للتفاعل VT تساوي 1 على V دي X على دي دو V، أي المشتقة مشتقة التقدم بالنسبة للزمن على الحجم الخليط التفاعلي. إذا V السرعة الحجمية للتفاعل وحدتها وهي المول على لتر سكوند موانزان، أو وحدة العالمية اللي هي المول متر على المتر مكعب على سكوند. زمن نصف تفاعل تي أندومي وهو المدة الزمنية يكون فيها تقدم إكس وصل إلى نصف قيمته النهائية أو القصوية، إذا كان التفاعل محدود يكون وصل إلى نصف قيمته النهائية، وإذا كان التفاعل كلي يكون وصل إلى نصف قيمته القصوية. منحنى تطور X بدلالة الزمن، أي تقدم بدلالة الزمن، تطور X يزداد خلال الزمن، انطلاقا من المنحنى إذا كان وصل إلى قيمة قصوى يصبح مستقرا، انطلاقا من الإسقاط نحدد X max. إذا لتحديد زمن نصف التفاعل ميدانيا نقسم X max على 2 ثم نقوم بالإسقاط نحصل على P أندومي. إذا لم يكن وصل إلى قيمة النهاية القصوية أي استقر المنحنى، يجب تحديد إكس فينال ولا إكس ماكس انطلاقا من معطيات التمرين، أي انطلاقا من تحديد المتفاعل المحيط. بالنسبة لحساب السرعة الحجمية مثلا عند اللحظة تي أندومي نقطة هنا، يتم رسم المماس ثم الإسقاط، أي نأخذ نقطتين من المماس ثم نسقط مثلا T1
ثم تي دو نفس الشيء اكس ان اكس دو، ونحسب انطلاقا من العلاقة السابقة اي في تساوي واحد على في حجم محلول او حجم خليط تفاعلي ثابت دلتا اكس، وهي مثلا اكس دو موان اكس ان على تي دو موان تي ان. نحددو السرعة الحجمية. دونك هذا جزء من الضروري يكون في الامتحان الوطني، لذا يجب التركيز على كيفية تحديد السرعة الحجمية، تقدم التفاعل وزمن نصف التفاعل، أيضا الجدول الوصفي إلى آخره. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم الجديد بالنسبة للملخصات المقبلة، وأيضا تصحيح الامتحانات الوطنية. السلام عليكم.